هي الحفل الكريم، حضرات السادة الأفاضل، أمسية سعيدة وأهلا ومرحبا بكم جميعا، ابتهاجا ومحبة إلى أفراح شباب عزاز، شباب عشيرة البوخبيس. هلا السيد علي بنيابي العريس وبنيابي عن والد العريس وباسم أعمام العريس وباسم إخوال العريس. تحية ترحيب إلى كافة الضيوف وإلى كافة الحضور وإلى كافة الأقارب وإلى كافة الأصدقاء. تحية باقة ورد إلى كل شاب أتى وهنى في هذا المكان وقدم التهاني إلى زينة العرسان العريس محمد شيخ الشباب. ورد معطرة إلى شباب عزاز عوائل وعشائر عزاز. إلى كل الحضور أهلا وسهلا يا رب. بشر أنا أنا مع الوتري الرنان أغنية. أنا مع الوتري الرنان أغنية فأكمليها في رقصة منك نشوانا. ما أجمل الحب والأيام صافية، ما أجمل الحب والأيام صافية. فرقة الأهرام دمغة أبو عمر، فلنسمع منك ألحانا. فرقة الأهرام الخال عمر أسعد، فلنسمع منك ألحانا. الفنان عبد العلي الشعر تنطقه في جميع بحوره. الشعر تنطقه في جميع بحوره. الفنان عبد العلي فأما العتابة فأنت منها خلقانا، فأما العتابة فأنت منها خلقانا. أيها الحفل الكريم، حضرات السادة الأفاضل، مرة تانية أمسية سعيدة وأهلا ومرحبا بكم جميعا، وبدعوة كريمة باسم والد العريس. واحد الله. باسم والد العريس السيد فارس أحمد السيد علي، أتينا ولبينا هذه الدعوة الكريمة لنحتفل وإياكم ومناسبة زفاف العريس وزينة العرسان العريس محمد نجل السيد فارس أحمد السيد علي. وألف مبروك. يقام هذا الحفل في صالة سبورت ون للأفراح وبتاريخ 20/7/2024 المصادف يوم السبت، ابتهاجا ومحبة إلى أفراح شباب عزاز أهل السيد علي شباب عشيرة البوخميس الكرام. كل شكر إلى عريف هذا الحفل وراعي هذا الفرح الجميل
الاخ العزيز والسيد حسن السيد علي ابو عمر. يحيى لنا هذا الحفل الكريم. مطرب غنى فابدع. اسمعنا فسلطنا. امير العتبة وشاعرها. رجعنا الى ايام المشهد والعامرية 2004. معكم الفنان والاستاذ عبد العلي ابو علي. يرافق الفنان والاستاذ عبد العلي فرقة ومؤسسة وكتبة الأهرام، أقوى الفرق الموسيقية في سوريا. كل شكر إلى الهندسة الصوتية والإذاعية الأخ الغالي رشيد دندون أبو عمر. على آلة الفزق وصاحب الريشة الساحرة، مؤسس قواعد الفن في سوريا، شيخ الكار الخال عمر أسعد دنون. الفرقة الموسيقية بقيادة وأشراف قيصر سوريا وقيصر حلب وسحر قلوب العاشقين. الشلال الموسيقي الهادر، السد العالي، المايسترو دمغة دنون أبو عمر. وبعمر هذا الحفل حيط مؤسسة الأهرام، الراعي الرسمي للفن الفنانين سوريا بديت اعزاز خلف المغفر القديم لصاحبي الاخوين رشيد و الميسترو اسعد دنون ابو عمر. وطن التصويريا وحدة وفيديو الاهرام للتصوير المرئي والاعلام التلفزيوني لصاحب المخرج الاذاعي الاستاذ والصحفي المهندس فارس دنون ابو سمير. طال البعاد واقترب اللقاء، طال البعاد واقترب اللقاء، واجمل ما في العمر الحب الوفاء. وهكذا عرفت مدينة اعزاز اهل السيد علي وحلب الشهباء بفنها الجميل وطربها الاصيل. معكم واياكم انتم الفنان والاستاذ عبد العلي ابو علي فيتفضل. مشكورا.
والجيبين والوجنا شعرك والجيبين والوجنا كالليل والنهار يا لا لا لي يا لا لا لي يا لا لا لي كالليل والنهار والوجنا اسمعنا هات يا فنان اسمعنا نغمة الكردان يا لا لا لي يا لا لا لي يا لا لا لي نغمة الكردان واسمعنا يا حلوة مالك هو الغرام غير حالي ومالك يا حلوة مالك هو الغرام غير حالي فتن عليك عزاني لما رأوك بجمالك يعني لما رأوك حياتي وراح قلبي بحبك لكن ايه ذنبي انت حياتي وراح قلبي بحبك لكن ايه ذنبي ما تحطي قلبك على قلبي داوي حبيبك بوصالك يا عينيا داوي حبيبك بوصالك
يعجبني تلعب المية لعبك يعجبني يا سمك بني صيد العصاري يا سمك يا بني تلعب المية لعبك يعجبني ماهر بياعك شاطر وجودك نادر محلك يا بني وجودك نادر محلك يا بني يا سمك بني سيد العصاري محلك يا بني طير طير يا حمامة تنزل بدمار والهامة يديني من حب علامة ساعة وخاتم ألمة يكفى عذابي حرام والله أنا على ديني جنان ديني أنا على ديني جنان ديني ديك العيش حرام شغال بالي يا حبك يا حلالي هالاسمر ابو الخال يكفى عذابي حرام والله انا على ديني جنان ديني انا على ديني جنان ديني على ديني عيش حرام والله يا عبده غني دلعونا
الدنيا مساء الله يمسيكم بني الصيد علي الله يهنيكم وسقونها مية الله يسقيكم من مية زمزم يل تشربونا عشريني كنتي بتمري وما بتحاكيني وقت اللي كنت بعمر العشريني كنتي بتمري وما بتحاكيني خايف ما صف بعمر الخمسيني ما يطلع معنا برودة ولا سخونة والدنيا مساء الله يمسيكم يا أهل العالي الله يهنيكم والدنيا مساء الله يمسيكم والدنيا مساء الله يمسيكم يا أهل الفرح الله يهنيكم وسكونا مي الله يسقيكم وسكونا مي الله يسقيكم يلا 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 We'll be right back.
جديد جديد بس يدعنا. يا مرة يا مرة اشعل من يوم التابكي عشوفان. اعطيني محرمتك لاش موهبكي، اعطيني محرمتك لاش موهبكي، واغني الليل على دلعونا الدنيا باسا. الله يمسيك الدنيا باسا. الله يمسيك على طلب راعي الاول عرب شرجية. هيا دمغة حرموني
عود البيت ومسمرت الصبايا حاجي واجع يا شرياني عم قضي العمر عم عاني مشكورين على راس الحلوة ورد محطرة إلى كافة الضيوف وإلى كافة الحضور أيضا أحلى وأجمل تحية باقي ورد وكل الحب وبنيابي على العريس وبنيابي على الوالد العريس وبإسماعيل فرح شباب عشية أبو خميس السيد علي الكرام وبصفوان العريس السيد فارس أحمد السيد علي وباسم سيد العرسان العريس محمد تحية بقدر إلى كافة الضيوف وإلى كافة الحضور إلى كافة الأقارب وإلى كافة الأصدقاء تحية بقدر إلى كل من أتى وهنى في هذا المكان وقدم التهاني إلى زينة العرسان العريس محمد شيخ الشباب ورد معطرة إلى شباب عزاز عوائل وعشائر عزاز إلى قرى إعزاز بالأجمع إلن أجمل تحية بالسلام أيضا أحلى وأجمل تحية باقي ورد وكل الحب وباسم مؤسسة الأهرام الموسيقية وباسم الخال عمر أسعد دنون وباسم الفنان الراقي الأستاذ عبد العلي بقدم التهاني إلى العريس وإلى والد العريس إلى أعمام العريس إلى كل الحضور وإلى كل شاب صلى على جد الرسول وشارك وبارك إله أجمل تحية مليون سلام. نعود العودة أحلى والعودة أجمل إلى الفن وإلى الطرب إلى أمير العتابة وشاعرها الفنان والأستاذ عبد العلي بيتفضل مشكورا.
يسعد مساكم جميع. ان شاء الله الف مبروك لعريسنا الغندور محمد. سمعونا كف لحضوركم الكريم. اهلا وسهلا شباب عزاز بالاجمع. كل الشكر والتحيه الى بني السيد علي بالاجمع والاخ الغالي ابو احمد بي العريس. اهلا وسهلا بكافه الحضور. كل الشكر الى صوت ومؤسسة الاهرام بقيادة الخال الغني عن التعريف يعني الخال عمر اسعد دنون. اهلا وسهلا بكافة الحضور والى فيديو الاهرام يعني احلى ابو سمرة احلى شباب. وكل الشكر الى المهندس الاذاعي الاستاذ رشيد دنون. اهلا وسهلا بكافة الحضور. بلحظ عينك بلحظ عينك لوح صدري من بري يا بي بلحظ عينك لوح صدري يا ولي من بري ولا تطلبي حق الجريمة من بري والله يا ابو احمد ما عدت اتغزل وعمر يا ولي منبري الا بوجود الاحباب الخاعدين حويلنا يا ابوي شباب عزاز قدرهم الفرق قد علي والله شباب عزاز قدرهم الفرق قد علي مدح الأحبة واجب مرتب علي يا ابوي بهدي تحياتي لشباب عزاز وقال يا ابوي السيد علي ابناء اعزاز عالين النسائل الله عليك احلى خال منور يا خال راسي الخال والله خلق مبروك والله يا خلق انا عالضيم مبروك يا جرح يعالجوك كتير مبروك يا ابوي وجينا نقول للعريس محمد يا خي ألف مبروك بهنا وسرور عقبال الشباب يا أبو علي طيب
يا ابوي شباب السيد علي لا يمكن املهم ولا بني السيد علي لا يمكن املهم وبما انه نن الباري املهم يا ابوي يا رب العرش لا تحمل بشعب عزاز يا ولي بأملهم خلي الساعة عدروبة نخصايا الله عليك يا ابوي ما بدي اشكر بنفسي واحمد والله ما بدي اشكر بنفسي واحمد على ما عطاني الرب دوما واحمد يا ابوي بهدي تحياتي لدعاسة يا خيب احمد تبارك ربنا عليك نسايك يا ابوي طاف الفضل من طفي لطفي يا ابوي طاف الفضل من طفي لطفي عريس الزين مولانا لطفي يا ولي إذا ما بسمعونا سقف للعريس يا ولي لطفي الجهاز ودير وجهي على الهواية يا يا ابوي كل السعادة للعريس اليوم برجو والله كل السعادة للعريس اليوم برجو العريس محمد شامخ للقمر برجو يا ابوي عبد العلي بالشعر رح يحرك الفرح يا ولي برجو لحد الصبح بنظم عتايا يلا علفت الدنيا يلا خد يلا شباب الدبيقة ويا معلم جبل وجماعته عالدبيقة عاشوا 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 اللهم صل على النبي والعريس محمد عاشوا 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 ويا غمغة ويا ابو عمر عشر على اول عشر الله 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 الله
النار وتحرق بالحشا ويلي على حالي بعدك لو عن الهوى بعدك يا هالغالي النار وتحرق بالحشا ويلي على حالي ويلي على عمر المضى بعدك والجرالي له بالنار نكواه متلي بالليالي ويلي على عمر المضى بعدك والجرالي له بالنار نكواه متلي بالليالي بعدك بعدك لو عن الهوى بعدك بعدك لو عن الهوى
وبوفي وموالي وبعدك بعدك لو عن الهوى بعدك لو عن الهوى